صح، قرار صح، قرار صح جدا. عمرك ما ينفعش ان احنا نصبر على 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 شيء فاسد لغايه لما يحصل انتخابات مجلس الشعب وتستقيل الحكومه. يعني الحكومه الجديده دي هتستقيل بعد ما يتم انتخاب مجلس الشعب، بس كان لازم يبقى فيه الحكومه الجديده. قرار جريء وكويس، وطالما اكتشفوا ان في غلطه او في فساد في الحكومه، انا اعتبر ان السيد ابراهيم محلب جريء في ان هو ياخد القرار بسقاط الحكومه كلها. تعليقي، انا لسه بتكلم بقول دلوقتي، انا النهارده مصر كل شويه بيتغير فيها وزاره، والوزاره دي في برضه بعض الوزراء كويسه جدا وبتشتغل، وفي وزراء ما بتشتغلش، وللاسف برضه في وزراء يعني مش مظبوطين. فانا النهارده بتكلم ان الدوله لازم تكون عندها فكر مؤسسي. مؤسسات يعني ايه؟ انا عندي خطط لكل المجالات اللي عندي، الكهرباء، المياه، وفي خطط عاجله. الخطط العاجله مع الخطط الاستراتيجيه بيشتغل عليها كل الوزراء اللي عندهم الكفاءه وعندهم التكنوقراط ويقدر يشتغل ويفيد الدوله. احنا دايما نقول مصر بلد مؤسسات، واذا كان بلد مؤسسات فمصر ما تخافش عليها، لان ما دام ان احنا بلد مؤسسات بس مطلوب ان احنا نراعي ونطع مصر في عنقنا. ليه؟ لان مصر في المرحله السابقه على مدار 4 سنوات سابقه زي ما احنا شفنا الانهيار، سواء كان الاقتصادي او الامني او الاخلاق وما الى ذلك، فبدانا ان احنا نستعيد قوتنا، نستعيد نشاطنا، نستعيد اقتصادنا، نستعيد امننا. فعايزين بقى اللي يساعد على هذا الامر، فمطلوب منا ان احنا نهتم بمصر شويه، وما يهمناش مشي الف جابه، المهم ان مصر بلد مؤسسات وما يخافش عليها. ولكن اللي يجي لازم يبقى عنده القوه وعنده البأس ويقدر يكون ايديه قويه، ما تكونش ايديه مرتعشه، لان احنا فتحنا الاقتصاد، شفنا مقاس السويس، شفنا المليون فدان وما الى ذلك، فمحتاجين ان احنا نهتم. يعني انا مبسوطه، يعني انا فرحانه ان الفساد اتشال، يعني بسبب الفساد اتشالت حكومة، دي أول مرة تحصل في مصر. يعني ده دليل على إن الرئاسة واعية، شايفة مش هتسمح بفساد، وده هيكون عظة وموعظة للحكومة اللي جاية إن شاء الله، ونبتدي نبني بقى. رئيس الوزراء اللي استقال المهندس إبراهيم محلب هو كان كويس، وأدى مرحلة في مرحلة الأهمية، المرحلة العصيبة، بس في برضه تحديات زي الزراعة، زي الكهرباء، زي التعليم، زي الصحة، دي برضه، وسد النهضة، دي أهم حاجة بقول لرئيس مجلس الوزراء الجديد المهندس شريف إسماعيل. أهم حاجة ملف هي سد النهضة والتعليم، وأنا بشكر المهندس إبراهيم محلب على المجهود اللي أداه، وبشكر كمان السيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحه. حصل يعني، فدي حاجه جميله وكويسه، ولازم يكون في تغيير، وكل واحد فاسد يمشي ويتحاسب ويتحاكم.